فرات فاتها بخيطة ويتفرق مثل المويه بين الاصابعين. انصفق العراض ديقت يا ارسه مثل حطب الوقود شايلينه فوق ريسينا ديل. باقي لك يا بخيطة عمي بجاكوما الاولاد ديل بيقدروا يرجعون؟ عمي بجاكوما اما رجلوا لموضوع اما تم ما بصيروا. الله يرجعك يا انصفق العراض ورد فيك الروح ارعابي. أجر الظلاة بقيس الله يا أخي بعيد بقيس أجر الظلاة بقيس الله يا أخي بعيد. أنا ذاك يا كيل. هيا جدي شيخ جبورة. أنت حلت غندي ما فوقك انتين ولا دكان بجاي قريب يعني؟ فوقه. لكن دابا أجينا ما تختي بكراعك وتجيب لي العصير. ويت اللبس كعب يشرى فوقه بيرجع مع البنية ذا سمح وكمان كان يجيب لك باسطة يجيب لي نص كيلو ها اكرام الضيف واجب ها ولدي سمح يا جدي انا قدامي الباسطة ركز ركز عليه ولا حشام قدامي الباسطة ركز ركز عليه ولا حشام ها ولا حشام لكن عمك جبارة شغيل له ده وقال له زول تفتيع زول تفتيع دير كده بتاع الرعاد ما زال الإنسان الأول حقنا ده شغيل له صوت وعصي وأسلحة بيضة وقال الحكاية شنو ها وبعدين شنطته العجيبة المريبة دي والله أنا قال شايل فيها متفجرات والله أنا كنت داير أواجهه ولا أسلمه البوليس إلا في النهاية فكرت راجعت نفسي يومين ثلاثة ما بالقجي هيرجع بلد ده تاني المشكلة في النهار الطويل ده بيقضي كيفين عمك ده انت بالنهار ده ما تمشي تونس مع عمك جاكوما ده ما نتلاقى نمشي ده سوا يا جاك شخ جبارة والله وقسما بالله الثلاثة أم صفة معراض فيها مصيبة أي كيت ده أشكرك على اللي زا نائب شيخ الحلة بجاكوما إنت يا شيخ جبارة يحرسوك الأولاد أمرك القاك تاكل في الباسطة فكت الرقمة مسمار القلب فكت مسامر قلبي أنا وحرك الأولاد فات وين ما طالبني حليفة أخذت لي غفوة صغيرونة قمت القدم ما في شيء انت صحيت متين